مستمعين مرحبا بكم الكل في موعد جديد من مغدي سون تابو اليوم 3/12 فيفري. دونك موضوع جديد بيان سور يرافقني فيه كما العاده بروفيسور منصور الفقيه مباشره من مونريال. نمشيو للموضوع شنو باش نحكيو اليوم. موضوع حلو برشا تبعوا مليح. اليوم باش نحكيو على الفوبيا الجنسيه. الفوبيا الجنسيه اللي هي الفوبيا يعني الخوف، خوف من حاجه مع الواحد اللي يعيش بها خوف، هذه الفوبيا الجنسيه. دونك لهنا السؤال اللي تطرح، اسكو الفوبيا الجنسيه هذه تجي للنساء والرجال ولا للنساء بركه ولا للرجال بركه، وشنو هي العلاج نتاعها كيفاش تعالج؟ نمشيو ساعه نرحبوا بمنصور الفقيه بروفيسور. بي مرحبا بك اختي ليلى، مرحبا بالمستمعين عايشه الطاقم نتاعنا يا عايشك بروفيسور. شنو حوالك انت لاباس؟ لا عايشك اون اتون اون تومبيت دو 45 سنتيمتر دو نيج سي لا تومبيت دو سيك. ربي معاكم ربي معاكم. العباد كلها تجري وباش ينبهوا على باب ما يخرجوش والمدارس سكرت و... اه اما احنا لاباس الحمد لله وتوفيت معاكم ان شاء الله نعديو سهره طيبه. اكزاكتومون ان شاء الله نعديو سهريه طيبه. دونك اللي يحب يسال اي سؤال يعني يدخل في الموضوع هذا، يدخل في التام اللي باش نحكيو فيه اليوم، يتفضلوا على 31 380 الف. دونك اليوم نحكيو بروفيسور على الفوبي، الفوبيا الجنسيه. ما معنى الفوبيا الجنسيه؟ انا الفوبيا شنو معناتها؟ الفوبيا هي خوف ما هوش جوستيفي. واحد يخاف من حاجه خاطر توجع نورمال. وقتاش تولي فوبي؟ وقت تولي يجي الخوف غير ما فما حاجة اوبجيكتيف اللي هي تنجم تضرك ولا تقلق. ما يخص العلوم الجنسية فما ثمانية حوايج يخافوا منهم اون جينيرال المرأة ولا الراجل. كل واحدة عندها اسمها بو سبيسيال، مي احنا سي با امبورتون نلقاو النومونكلاتور بالضبط. مثلا ثم ما يسمى بلا جيمنوفوبي، وهي في معناتها بلا جيمنوفوبي انه العباد يبداو يزون اونت حشمانين، لانه الواحد ما يحبش هكا، ما يحبش يبدا عريان حتى في داره حتى في التجربه نتاعو. علاش؟ هذه تجي وتبدا التربيه اللي تخصك. هو شيء راهو موجوده كان عندنا في موجوده عند العباد كل وقت تبدا التربيه اللي تخص فيك تو جينيري عند الصغيرات وقت اللي يكبروا يوليوا يخافوا من 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 العراء. هذه ما يسمى بالجيمنوفوبي. ثانيا اسكون ابل لا جينوفوبي، وهي الخوف من توسكي جن. اي الخوف يولي شو يعمل؟ هذه المشكله نتاعها انها خوف نون جوستيفي تولي تعمل ان بلوكاج، بارفوا تولي تزعج الانسان. وقت مثلا واحد عنده هذه لا جينوفوبي قبل ما تتخمم باش تنزع دبشك لا بيغسون تولي تنزعج، تولي تعرق، تولي ترقل، تولي سواء راجل ولا مرأة. البوا الثالث مثلا ثم ما يسمى بالليغوتوفوبي. هذه العباد خافوا من حتى وقت تبدا تحكي على حوايج ايغوتيك. اي علاش؟ خاطري تولي تابو. شنو معناتها؟ راه مش خاف وقت تقول لك فوبي كانك تسمى تحكي معاهم واللي يرجلوا واللي يرعشوا واللي مشكله. هذه هي شنو معناتها الفوبي. فوبي رابعه ثم ما يسمى بالفالوفوبي، وهو الخوف من الجنس، العضو الجنسي نتاع الراجل. كومبخوني كان ثم خوف نون جوستيفي العضو الجنسي تاع الراجل ما يسمى بالفالوفوبي، اللي مشكلة معناتها ما فماش حتى علاقة جنسية بوسيبل. وي ثم الخامس هي لا ميزو مالا فوبي. لا ميزو ميزو مالا فوبي باش العباد هذه موجودة برشا عند الرجال وما يسمى دون ان اوتر لونغاج هي لونكسيتي دو بيرفورمانس. انه الراجل يقول انا اسكو باش الانتصاب باش يدوم ولا اسكو باش يدوم اسي اسكو جو في ساتيسفير البارتنير نتاعي ولا. وهذا بارفوا يخلي حتى الراجل يولي ما بقى يبادر بحتى علاقة جنسية.
السابع السادس هو الأجرافوبي. داكور. هذين العباد يو سوفير بالتحرش الجنسي وإلا بالبيول واللي يخافوا يقعدوا باركوا خايفين حتى في وضع الدار مسكرة ويجي صديق هكا راجل مثلا تعتبرها المرأة هذه يقعد يحكي ما تنجمش تقعد معها في دار واحدة تقول لي تعيط لصحابها وتقول لمرأة ويجيوا ويجيوا بحثيها راني أنا متخلقة خاطر ظهر لي وقت يجيوا أصحابها ويتمعنوا من المشكلة يلقى ما تمشي مشكلة بكل راجل خفيف إنما هي عندها فوبيا كيف الله حرشوا بها أو اعتداوا عليها جنسيا. هي لكالي إلي فوبي هذه عند الرجال يبقوا خايفين من المرأة مزيانة برشا. يقول يلزم نعمل أنا شكاعد نعمل مع امرأة هكا مزيانة ياسر يبدأ هكا اللي ديالي سلمو إلا الديال في مخه يولي ما بقاش نجم بنقوم بعلاقة جنسية معه. أما عند النساء هذه كاملة الأخيرة هي ما يسمى باللوندروفوبي أندرو الراجل وعندهم خوف من توسي من أي حاجة تقرب للراجل. داكوغ. معناتها السيل حتى كان تعطيها باش أنا سوفيتمون نتاع راجل واللي ترعش وتخاف وترقل وكل شيء. هذينا لي فوبي الكل ونحب بربي كان تصبح تأكد على حاجة اللي في تونس فما مغالطة كبيرة برشا حتى عند بعض ما يقالوا أنهم مختصين في العلوم الجنسية. هذه المشكلة اللي صارت جانا مع هذيك الكاتر أنجبت اسمها ولا تعديت فلزة وتحكي على التشنج المهبلي كفوبيا. لا التشنج المهبلي ما هوش فوبيا في بعض الأحيان التشنج المهبلي يبدأ معاه فوبيا. يبدأ معاه فوبيا أي أي أنت يتكون معاه خوف وتولي الخوف نو صوتي بالتشنج المهبلي ما هوش فوبيا. دونك هذا تسعة جروسو مودو 8 بلوس دوكا في السيستيم تاع التشنج المهبلي. دونك هذينا لي فوبي وكيما قلت فما برشا معناتها اون بو نحكيو في اي موضوع تحب علي. داكور. مرحبا بكم. اوكي اسكو فيها علاج ولا لا بروفيسور الفوبيا هذه فيها علاج؟ الفوبيا كلهم فيهم علاج. داكور. الفوبيا كلهم فيهم علاج. اوكي. تري امبورتون. اما البعض منهم يتعالج عند المختص العلوم النفسيه اللي هو البسيكياتر، البعض منهم مختص هو البسيكولوج، في بعض الاحيان هو السيكسولوج، سيديبون كل واحد باللي كومبيتونس نتاعو. ولو شون ديكستاتيزم نتاعو. مي سي تري امبورتون للعباد اللي تبدا عندهم فوبي انهم يتجهوا للطبيب ونحب ربي نعاود نقول راهو الاطباء نتاعنا في تونس من الاطباء في العالم. دونك مشيو للطبيب واحكيو معاه بالسالك احكيو معاه. الطبيب جينيراليستي اللي في بورتا. لو برومي كونتاكت وهو يوجهك. دونك سي تري امبورتون واسألوا وقت تمشيوا عند الطبيب اسألوا عليه كيفاش مختص شنو اختصاصاته اسألوا العباد اللي مشات عنده فرحانين او مش فرحانين بارابور له. حاجه اخرى ثم كونابيل وهذا سي لا سبيسياليتي دي بسيكياتر ثم ما يسمى بلي تخيف دو بيرسوناليتي انه العباد بارفوا ما عندهمش فوبي برك عنده برشا دي فوبي مع بعضهم. دونك لو بروبليم اللي كومبلكس ما بقاش من اختصاص المختص في العلوم الجنسيه انما هو اختصاص المختص في العلوم النفسيه اللي هو البسيكياتر. وفي تونس برك الله ماذا بيا اون كول اون فوا راهو عندنا ايكيب دو ثيرابيوت كونيتيفو بيهافيورال ولا كما يقولوا الفرنسي كونيتيفو كومبورتمونتال اي سون بيان انتريني وتبارك الله عليهم. والرئيس نتاع الجمعيه هذه هو الدكتور سفيان واضح. لا متواجد في تونس. دونك نيزيتي با الي لو فوار هو ولا واحد اخر ولا كلموه هو ولا كلموا لاسوسياسيون باش تعرفوا كون المختص في الثيرابي كومبورتمونتال كونيتيف ولا لا ثيرابي كونيتيفو بيهافيورال.
داكور بروفيسور، دونك تليفون على ذمتكم على 31 380 الف تطلبونا حتى الماضي ساعتين نتاع الصباح. نحكيو اليوم على حكينا بلوتو، مش نحكيو معاكم انتوما، لكن فسرنا اش معناتها الفوبيا الجنسيه بالنسبه للاشخاص اللي عندهم النوع هذا نتاع الفوبيا، لكن فما العلاج موجود. 31 وي حب نقول اللي احنا راهو نقعدوا منتجين لكل الاسئله. اي بيان سور اكزاكتومون العلوم الجنسيه ولا الاضطرابات الجنسيه، اللي عنده اي مشكل في حياته جنسيه ولا عنده سؤال يحبك بروفيسور تجاوبوا عليه، كلمنا 31 380 الف والا بلي كومونتير على الباج فيسبوك دو اي اف ان. نمشيو مباشره للموسيقى ونرجع لكم للتليفونات.